استعداداً لاستقبال طفل السلام يسوع المسيح، افتتحت مغارة الميلاد في بلدة كفربو بحماة باحتفال بدأ مع جوقة الكنيسة بعدد من التراتيل والأغاني الميلادية وعرض كشفي قدمته الفرقة النحاسية بحضور شعبي وبمشاركة وحضور فعاليات دينية وسياسية. ميلاد مجيد، ميلاد فرح وأمل وانتصار لوطننا سوريا. تحية كبيرة لشهدائنا يلي ضحوا بدمائهم كرمال نحن نبقى، ونحن رح نبقى، ومنا ويسوع بيعطينا القوة حتى نبقى بوطننا. نحن اليوم نحتفل بافتتاح هذه المغارة التي بدأنا بها من عدة سنوات، ولولا صمود وتضحيات الجيش العربي السوري لما وجدنا في هذه الكنيسة اليوم، ولا كان هناك جامع يصلي لمجد الله، ولا حتى كنيسة تصلي لمجد الله، وإنما كانوا لمجد أشخاص ودول وحكام من الخارج يتحكمون بهذا الوطن. نشكر الله بهمة جميع الخيرين والفاعلين والعاملين بإخلاص في خدمة هذا الوطن الذي يشتاق إليه جميع من أتى وزاره من الخارج أيضا. افتتح مغارة بطول 180 مترا مربعا تحتوي على زينة العيد وتراث بلدة كفربو، إلى جانب المغارة في الكنيسة، وتخصص غرفة خاصة بالميلاد ورموز العيد والمزود الذي ولد به طفل السلام، حيث عبر الحضور عن فرحتهم بهذه المناسبة داعين للوطن والجيش العربي السوري بالنصر والسلام. بلشنا من حوالي 15 يوم مجموعة من الشباب والصبايا بشغل المغارة الميلادية اللي صلنا 20 سنة تقريبا عم نشتغل، 20 سنة عم نفتتحها، وهي تعد أكبر مغارة ميلادية بسوريا بطول 160 متر مربع. المغارة بتتضمن تراث بدلع أهل الضياع، بتتضمن زينة ميلادية، شلالات مي، والأهم مزود السيد المسيح يلي هو بدلع التواضع، اللي خلق بمزود منشان أثبت للعالم كله تواضعه. أكيد السنة أرياح وأحسن، ونحن كتير مبسوطين إنه ريف حما كله تحرر، ونفسيتنا مرتاحة أكثر لاستقبال السيد المسيح وميلاده، وكمان بنقدم تحيتنا لجيش العربي السوري وقائدنا بشار الأسد بهذه المناسبة السعيدة. كل عام وأنتم بألف خير. عم نحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح، إن شاء الله ينعاد على الجميع بخير وعلى بلدنا. نوجه معايدي للجيش العربي السوري، نتمنى بهالعيد إن شاء الله الطفل يسوع يدخل لقلب كل إنسان بهالعالم كلياته، وتعود الفرحة والسلام لهالبلد. ينعاد عليكم وكل سنة وأنتم بألف خير، وإن شاء الله العام الجديد بيكون خير وأمان على بلدنا سوريا وعبال كل سنة. سوريا تحتفل بنصرها العظيم لتستعد لميلاد السلام وتلبس حلة الفرح، فمن هذه الأرض الطيبة بعث السلام للعالم لتكون رسالة للجميع بأن سوريا قوية صامدة رغم جميع الظروف.